خلونا نعرف تفاصيل أكتر حول وضع حالة الطقس. بتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية. مساء الخير دكتورة إيمان، أهلا بحضرتك معنا في حلقة النهاردة من خبر اليوم، وخلينا نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن حالة عدم الاستقرار اللي هيشهدها الطقس بكرة إن شاء الله أو لحد يوم السبت. هو طبعا احنا اصدرنا بيان من الهيئه العامه للارصاد الجويه بحاله عدم استقرار في الاحوال الجويه تبدا من غدا الخميس ان شاء الله وحتى يوم السبت، هتبدا تدريجيا يعني هتبدا غدا الخميس على السواحل الشماليه للبلاد، نبدا نقول السلوم، مطروح، تمتد مساء غدا الى الاسكندريه، ثم باقي محافظات الساحل الشمالي يعني دمياط، العريش، بورسعيد، بلطيم، لكن الامطار على هذه المناطق هتكون امطار من متوسطه الى غزيره، هتمتد ايضا لبعض محافظات الدلتا وخاصه شمال الدلتا، وهتكون أمطار من خفيفة المتوسطة غدا الخميس. بداية من يوم الجمعة إن شاء الله هتزيد غزارة الأمطار، هتصبح أمطار غزيرة على كافة الساحل الشمالي يعني السلوم، مطروح، اسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، كل هذه الأماكن هتشهد أمطار غزيرة وهتكون رعدية في بعض الأحيان على السواحل الشمالية. أيضا هتمتد لمحافظات شمال الدلتا، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، دمنهور، القليوبية، المنوفية، الغربية، أيضا هذه المناطق هتشهد امطار. بالنسبه للقاهره فرص الامطار عليها هتكون يوم الجمعه فقط، وهتكون الامطار من خفيفه لمتوسطه وتمتد خفيفه على بعض المناطق من شمال الصعيد. يوم السبت ان شاء الله تستمر الامطار غزيره على السواحل الشماليه ومتوسطه على محافظات الوجه البحري والدلتا، اما بالنسبه للقاهره ففرصتها ان شاء الله يوم الجمعه فقط. طبعا يوم الجمعه هيكون مع الامطار ايضا في نشاط رياح على معظم محافظات الجمهوريه، وده هيؤدي لرمال واتربه مثاره وخاصه على منطقة شمال الصعيد. هذه الحالة من الخميس للسبت، ثم بعد كده من يوم الأحد إن شاء الله تبدأ تتحسن الأحوال الجوية مرة أخرى وتعود للمعدلات الطبيعية سواء في الأمطار أو في درجات الحرارة. طب من الخميس للسبت درجات الحرارة هتشهد انخفاض؟ لا، هو مش انخفاض كبير، يعني يمكن الانخفاض هيكون على السواحل الشماليه فقط، هتبقى بتتراوح من 21 22 درجه، لكن بالنسبه للقاهره في المعدلات الطبيعيه من 23 ل 24 درجه، مش هيكون في انخفاض كبير، لكن هنشعر به اثناء الليل، وطبعا مع نشاط الرياح وسقوط الامطار وغياب اشعه الشمس هنشعر به اكتر، طبعا ان مش هيكون في شمس طالعه طول النهار، فهنبدا نشعر فعلا بالانخفاض في الحراره. هل الوضع ده او الحاله دي طبيعي لمثل هذا الوقت من العام ولا في يعني تغير ما؟ لا، هو طبيعي جدا، احنا في النص الثاني من فصل الخريف وخلاص بيستنى شهر تقريبا على فصل الشتاء، فطبيعي ان احنا خلال هذا التوقيت بنشهد حالات من عدم الاستقرار، وبدانا نشهدها فعلا الاسبوع الماضي كان في حاله على اسكندريه، وهذا الاسبوع اسكندريه تمتد لباقي المحافظات من الساحل الشمالي وايضا محافظات الوجه البحري والقاهره. سؤالي الاخير دكتوره، في ظل هذا الوضع اللي حضرتك وصفتيه، ايه النصايح اللي ممكن نقدمها للمواطنين؟ هو اهم حاجه ان احنا نتابع النشرات الجويه يوم بيوم، لان احنا طبعا بنعمل تحديث النشرات يوم بيوم، لانه وارد طبعا ان يحصل اي تغير في الحاله سواء ان هي تزيد او تقل، فطبعا احنا بنحدث نشراتنا اول باول واحنا بنعمل على مدار 24 ساعه، فطبعا بيكون في تحديثات لهذه التنبؤات. ايضا ارتداء الملابس الشتويه اثناء ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر، القياده بهدوء تماما اثناء سقوط الامطار وخاصه الاماكن اللي هيكون فيها امطار غزيره، الابتعاد تماما وخاصه الاطفال عن اعمده الاناره واكشاك الكهرباء تجنبا لاي صواعق كهربيه وخاصة أثناء سقوط الأمطار. وطبعا يعني نتوقع أن نشاط البحرين يكون يعني عالي أو هو طبعا في نشاط في البحر المتوسط تحديدا، وارتفاع الأمواج بيوصل لحوالي من 3 أمتار ل 3.5 متر، فده طبعا غير مهيئ تماما للملاحة البحرية على البحر المتوسط فقط. والبحر الأحمر؟ لا، البحر الأحمر إن شاء الله مش هيكون في مشاكل في الملاحة البحرية، هو معتدل وارتفاع الموج من مترين لمترين ونص فقط. ممتاز جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ايمان شاكر، مديره مركز الاستشعار عن بعد بالارصاد الجويه.